40 او ورس او اي حاجه. زي ما انتم عارفين الدواء بيبقى تركيزه في الدم عالي لما الحقنه او بيعلى في الدم لغايه ما يوصل لليفل معين، بعد كده يبتدي يحصل له ايه في الحالتين؟ يبتدي يحصل له ديكلاين، يبتدي يقل. صح؟ ده الكونديشن اللي عندي. الستيدي ستيت واضح من الاسم ان انا عندي في الحاله دي انا بحافظ على تركيز الدواء في الدم تقريبا ثابت. ما بينزلش، بيقعد ثابت لفتره طويله جدا من الوقت او لفتره معينه من الوقت. اوكي؟ بعمل ده ازاي؟ عن طريق حاجه من الاثنين، يا اما بدي انفيوجن، انفيوجن اللي هو المحلول، ففي حاله المحلول انا شغال كل شويه بدخل دواء. فبيفضل تركيز الدواء ايه؟ ثابت. او في الحاله الثانيه ان انا بدي مالتيبل دوزز، يعني اديت قرص، بعدها بشويه قرص، بعدها بشويه قرص. فبيبقى الكم الداخل من الدواء عندي في الدم بقى ثابت، فبالتالي بوصل بعد كده بفتره معينه ان تركيز الدواء في الدم ثابت. اوكي؟ النهارده هناخد الحاله الابسط اللي هي ايه؟ اللي هي الستيدي ستيت فولوينج انتروفينس انفيوجن. لو انا بدي الدواء بتاعي عن طريق محلول وايدي. اوكي؟ طيب. ايه هي فكره الانتروفينس او الستيدي ستيت؟ خد بالكم من ده. لما بدي كونستنتريت انتروفينس انفيوجن، كونستنتريت يعني ايه؟ يعني انا بدي انفيوجن بريت معين. خدوا بالكم في الفارماكوكينيتكس الريت بتاعي مش كام ملي بير مينت او كام ملي في الاور. انت دايما في الانفيوجن حتى في اي، يعني لو بنشتغل في الهوستر فارماسي كان الانفيوجن بتاعنا فوليوم بالنسبه للتايم، صح؟ يعني انت هتدي مثلا ال 1000 ملي دول على 8 ساعات. احنا بالنسبه لنا اللي يفرق معانا اكتر كام ملي جرام من الدواء داخلين في وقت قد ايه؟ في كام دقيقه؟ في كام ساعه؟ اوكي؟ فبالنسبه لنا الريت بتاع الفيوجن مش كام ملي في الدقيقه، لا، كام ملي جرام من الماده في الدقيقه او كام ملي جرام في الساعه. اوكي؟ كميه الدواء مش حجم محلول، لان نفس المحلول ده هو ال 100 ملي مثلا من المحلول ممكن يحتوي ال 100 ملي دول على 100 ملي جرام، ممكن يحتوي على 400 ملي جرام. فانك تحسب الريت بالفوليوم مش براكتيكال بالنسبه لي. البراكتيكال اكتر هو كم الدواء اللي داخل في الوقت. كم ملي جرام في الدقيقه، كم ملي جرام في الساعه. ده الديفيوجن ريت. لما بيكون كونستنت معناها ايه؟ مش احنا اتفقنا ان الجسم بتاعنا بيخش فيه الدواء وبعدين بيطلع تاني؟ صح؟ اتفقنا كده؟ لما الدواء بقى كل شويه شغال يخش، ايه اللي بيحصل؟ انا شغال الدواء بريت كونستنت، ايه اللي بيحصل؟ الجزء اللي بيترمي انا بعوضه، الجزء اللي بيترمي انا بعوضه. طبعا دي هوضحها لكم بشكل اوقع كمان شويه، او بشكل حقيقي عملي كمان شويه، مش عملي يعني، بشكل مفصل اكتر كمان شويه. لكن تخيل معايا انت كل شويه تحط دواء مكان اللي بيترمي، هل التركيز هيتاثر؟ لا. فاحنا بنوصل بعد كده الى مرحله الستيدي ستيت، ان اللي داخل بيعوض اللي بيترمي، فالتركيز في الدم كانه ايه؟ ثابت. اوكي؟ طبعا ده ثبات لو تفتكروا كنا بنسميه دايناميك. دايناميك يعني ايه؟ يعني هو مش ثابت عشان ما بيتغيرش، لا، بس هو ثابت لانه التغيير في الفقد بيساوي التغيير بالاضافه. فكانه ثابت، اوكي؟ طيب لما بتحضر محلول في الانترافينس انفيوجن، الانترافينس انفيوجن ده دكاتره بيبقى كميه بالنسبه للفوليوم. يعني انا بحضر المحلول بتاعي بتركيز معين، التركيز بيفرق على ايه بقى؟ بيفرق في ايه؟ الانترافينس انفيوجن الحاجات اللي بتاثر عليه، انت حاطط التركيز قد ايه؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه الدراج سوليوبيلتي، هو الدواء بتاعك بيدوب قد ايه في الدم؟ تمام؟ وقد ايه في المحلول؟ لان انت ما تقدرش تحط تعمل انبوت لمحلول لما يخش الدم يرسب، تبقى كارثه. ممكن ما يعملش جلطات بس يعمل التهاب في الوريد، حاجه بنسميها ثرومبوفلوبايتس. تمام؟ انت
عارفين حقنة الفولترين؟ الفولترين طب زي ما تتخيلش وريد، عارفين كده؟ أيوه. عارفين ليه؟ لأن الديكلوفيناك أوكي هو محتاج بي اتش ألكلاين، لما يخش على البي اتش بتاعت البلاد اللي هي سلايتلي ألكلاين يرصف، عشان كده يدخله عضل يا إما نحطه في محلول، لكن ما يتخدش وليد، ما يتخدش انترافينوس بولس. ليه ما يتخدش انترافينوس بولس؟ كمية الديكلوفيناك صوديوم أو البوتاسيوم اللي داخل الدم هتبقى أعلى من قدرة الدم على إدارة المادة الفعالة، فبالتالي المادة الفعالة هيحصل لها إيه؟ هترصد. فأنا بيفرق معايا وأنا بحضر المحلول الدراكس بيبنوي في المحلول وفي الدم. الحاجة اللي تفرق معايا بعد كده الأفريج دوسس، يعني إيه؟ لو أنا مثلا محتاج أدي الدواء بتاعي بدوس ولتاكل 500 مللي جرام، ال 500 مللي جرام دول عشان أدوبهم مش هيدوبوا غير في مثلا 300 مللي لتر وأنت طالع. هل أنا ال 300 مللي لتر دول أقدر أديهم في انترافينوس بولس؟ هعمل حقنة 300 مللي؟ مستحيل. يبقى أعملها فين؟ في انفيوجن. وكمان أنا ببقى محكوم بالفوليوم تو بي ادمنسترد، يعني ما ينفعش أنت وأنت بتحسب تلاقي الفوليوم تو بي ادمنسترد طلع معاك 5 لتر. أنا ما أقدرش أعمل ادمنستريشن ل 5 لتر مرة واحدة. كتير. ممكن لتر 2 لتر، لكن مش 5، مش 10 لتر. ده كده ما بيبقاش واقعي. تمام؟ طيب، كل الكلام ده مقدمة بس عن فكرة يعني إيه انفيوجن. اوكي احنا لسه هنخش في الفارماكوكينيتكس. ميزه الانفيوجن ريت انه مينتينز البلازما دراج كونسنتريشن ريلاتيفلي كونستانت. واحنا اتفقنا ازاي؟ هو بيمينتين البلازما كونسنتريشن ريلاتيفلي كونستانت عن طريق ان اللي داخل قد اللي طالع. الجسم بتاعك بيرمي مثلا 100 ملي جرام من الدواء في الساعه، والانفيوجن بتاعك بيدخل 100 ملي جرام في الساعه، فالميه اللي بتوصل من هنا اتعوضوا 100 من هنا، فالتركيز في الدم ده ايه؟ بقى ثابت، اللي بيترمي قد اللي بيخش، وهو ده الكونسبت الاساسي للستيدي ستيت، ان اللي داخل قد اللي طالع، فتقريبا الكونسنتريشن عندي ثابت. اوكي؟ طيب دي بقى الفرصة اللي بتحصل فعلا. بصوا دلوقتي أول حاجة، أول شرط عندي إن الأدمنستريشن ريت بتاعي كونستنت، يعني أنت لما بتدي محلول بتشوفه حتى في المعايير في المستشفيات المجردة بتظبط المحلول بالدريبنج ده عارفينه بالتنقيط ده، المفروض إن التنقيط ده بيبقى معروف مثلا الكاليبريشن اللي هو الكاليبريت إن ال 20 نقطة ب 1 مللي، فأنا عاوز وليكن 5 مللي 1 مللي في الدقيقة، فهي تظبط إن في الدقيقة يبقى في 20 نقطة نازلين كده، هي ظبطت الايه؟ الانفيوجن ريت، وبيفضل الريت ده ثابت لغاية ما المحلول كله بيخلص. صح؟ حاليا طبعا في أجهزة جديدة ما فيهاش بقى موضوع النقط ده، أنت بيبقى في جهاز كده بنحط المحلول فيه وهو بيقيس بالظبط كام ملي في الدقيقة داخل، أنت بتظبطه ديجيتال يعني. إنما إحنا بنتكلم على حاجات برضه متعارف عليها، الأجهزة الحديثة دي مش موجودة في كل المستشفيات. إنما المتعارف عليه وصلنا اللي هو الإيه؟ البتاع اللي بينقط ده. أوكي؟ اللي أنا أقصده إنه فاينلي أنت عندك الأدمنستريشن ريت أو الريت اللي الدواء داخل بيه الدم كونستنت. أنا ظبطت الريت وخلاص. يبقى أنا مثلا مظبط الريت إن أنا بيخش لي 1 ملي جرام من المادة الفعالة في الدقيقة. هيفضل يخش 1 ملي جرام في الدقيقة لغاية ما ايه؟ ما المحلول ما يخلص، اوكي؟ يبقى أنا أول شرط عندي إن الأدمنستريشن ريت، الريت بتاع المحلول ده كونستنت، وطالما كونستنت فإحنا بنديله الرمز الشهير بتاعنا اللي هو ايه؟ الكي نوت. خد بالكم طبعًا الكي نوت دي تختلف تمامًا عن الكي نوت بتاعت الزيرو أوردر كريتكس فاكرينها؟ احنا بالنسبه لنا طالما ريت كونستنت مش بيتاثر بتركيزات ولا بحاجه، فاحنا قلنا له ايه؟ بنديله الرمز الكي نوت. يبقى انا اول شرط عندي ان الادمنستريشن ريت بيكون كونستنت.
المعدل اللي داخل بيه الدواء ثابت. اوكي؟ طيب انا علقت المحلول العيان بتاعي وبدا الادمنستريشن ريت، بدا الدواء ايه؟ يخش في جسمه. في البدايه هنا ايه اللي بيحصل؟ في البدايه او الاول نحط الشرط الثاني، اول شرط ان الادمنستريشن ريت كونستنت. الشرط الثاني احنا هنعمل سبيسيفيكيشن علشان ما تبقاش القوانين كتير، فالسبيسيفيكيشن بتاعنا انه غالبيه الادويه بتعتمد في الريليشن بتاعها على ايه؟ ماشي الاوركل، لكن في الكينيتكس هي زيرو فيرست سكند، هي بتفولو الفيرست اوردر كينيتكس. تمام؟ فطالما غالبيه الادويه بتفولو الفيرست اوردر كينيتكس فاحنا هنشتغل على ايه؟ على الغالبيه العظمى، مش هنشتغل على الاكسبشنز. اوكي؟ طيب الاليمينيشن ريت في الزيرو في الفيرست اوردر كان بيساوي ايه؟ الاليمينيشن ريت كونستنت، فاكرينه؟ في الامامنت اوف دراج ان ذا بادي. كل ما الكميه بتزيد الاليمينيشن ريت بيزيد. صح؟ احنا متفقين على كده صح؟ دول الشرطين اللي انا هعملهم، هبتدي عشان اشوف البروسيس بتاعت الانترافينس انفيوجن بيحصل فيها ايه؟ انتوا كده فاهمين؟ يا شباب الدنيا واضحه؟ يبقى انا عندي الاليمينيشن ريت ده كونستنت ده ثابت 10 مللي جرام في الساعه هيفضل 10 مللي جرام في الساعه، 100 مللي جرام في الساعه 100 في الساعه، المهم هو ثابت. والاليمينيشن ريت يعتمد خد بالكم بشرط اساسي على كميه الدواء في الجسم. اعتماده على كميه الدواء في الجسم يبقى معناها كل ما كميه الدواء بتزيد الاليمينيشن ريت بيحصل له ايه؟ بيزيد هو كمان. صح؟ طيب تعالوا نشوف في البروسيس بتاعتنا لغايه هنا. أنا أول ما بديت هنا ما كانش فيه كمية دواء وما كانش فيه إليمينيشن، هو ما فيش حاجة. بديت أعمل دريننج، بديت أدخل الدواء بتاعي عن طريق المحلول بريت كونستنت. بدأ الدواء يزيد في الدم. لما بدأ الدواء يزيد في الدم إيه اللي بيزيد تباعاً ليه؟ الإليمينيشن ريت، صح؟ بس خدوا بالكم في البداية هنا كمية الدواء اللي داخلة لسه بتعمل. يعني انت دلوقتي بتعمل دريبنج ب 1 مللي جرام في الدقيقه، اوكي؟ بعد اول دقيقه الجسم بقى فيه كام؟ 1 مللي جرام. الاليمينيشن لو تخيلنا ان كيدي بنص، يبقى بعد اول دقيقه انا رميت قد ايه؟ نص جرام اللي دخل، صح؟ بعد تاني دقيقه ال 1 جرام طار نصه وضفت عليه 1 مللي جرام تاني، يبقى عندي 1.5 مللي جرام. هيترمي منهم قد ايه؟ 75%. فانا شغال يحصل ايه؟ اكيوميليشن للدراج. الدواء شغال يزيد في الدم. فانا في البدايه الادمنستريشن ريت بيبقى اعلى من الاليمينيشن ريت. طب يحصل ايه؟ اكيوميليشن. الدواء شغال يكتر في الجسم. اللي داخل اكتر من اللي طالع. لغاية ما بوصل لنقطة معينة بقت كمية الدواء في الجسم، كمية الدواء عالية قوي لدرجة إن الإليمينيشن ريت ده بقى مساوي تماما للأدمنستريشن ريت. يعني في البداية الإيه بتبقى قليلة، هو لسه ما كترتش، فبيبقى الأدمنستريشن ريت أعلى من الإليمينيشن ريت. ده في البداية. ليه الأدمنستريشن ريت أعلى؟ عشان كمية الدواء لسه ما حصلش انها كترت في الجسم. كل ما بتعلى كمية الدواء كل ما الإليمينيشن ريت بيحصل له ايه؟ بيعلى هو كمان. انتوا معايا دي؟ كل ما كمية الدواء كترت في الجسم بيبتدي الإليمينيشن ريت هو كمان يعلى. يعني سي انا ماشي الادمنستريشن كده. ده الادمنستريشن ريت، اوكي؟ في الأول وأنا عامل الادمنستريشن ريت بدأت كمية الدواء تعلى. بدأت. أنا الريت عندي ثابت عند هنا. نفرق بين الريت والكمية. أنا الريت عندي ثابت أهو. أوكي؟ وأنا بدخل بالريت ده بدأت كمية الدواء تعلى. كمية الدواء بتعلى بيعلى قصادها مين؟ الإليمينيشن ريت. فضلت كمية الدواء تعلى والإليمينيشن ريت يعلى، كمية تعلى والإليمينيشن يعلى. لغاية ما وصلت لتراكم كمية دواء معينة خلت الإليمينيشن ريت
بقدم الادمنستريشن ريت. هنا انا بزبط. ده اللي بيحصل ان هنا بقى انا ببتدي بالستيدي ستيت. انا وصلت لتراكم كميه دواء معينه في الجسم عندها بقى كميه الدواء اللي داخله قد كميه الدواء اللي خارجه بالظبط. مفهومة كده دكاترة ولا فيها مشاكل؟ في حد مش فاهم؟ يبقى أنا في الأول بتلاقي الكيرف بيعلى. بيعلى ليه؟ لأن كمية الدواء لسه بتتراكم جوه الجسم. لكن كل ما بتعلى بيبتدي الإليمينيشن ريت هو كمان يعلى. لغاية ما أوصل لمرحلة إن الإليمينيشن إن كمية الدواء اللي اتراكمت دي خلت لي الإليمينيشن ريت عالي مساوي للإدمنستريشن ريت. بثبت بقى عند هنا خلاص. لان ده كميه الدواء هتعلى، ما هو لما الادمنستريشن ريت هيساوي الالمنيشن ريت، كميه الدواء مش هتعلى اي مور، مش هتعلى تاني خلاص، هي فضلت تعلى علشان الالمنيشن ريت كانت اقل من الادمنستريشن، فكانت بتعلى لغايه ما توصل للنقطه اللي خلت الادمنستريشن ريت قد الالمنيشن ريت. هل هي ممكن تعلى تاني؟ مستحيل. كل اللي داخل بيتعلى بنفس المعدل. انتوا فاهمين الفكره؟ طب لو انا عايز اعليها شويه اعمل ايه؟ بالمنطق اعلي الريت. وانا لو زودت الريت هيبتدي يرجع تاني يحصل اكيوميليشن. تبتدي الكميه تزيد لغايه ما تعلي لي الاليمينيشن ريت يبقى قد الادمنستريشن ريت. سهله كده ده كده؟ مفهومه ولا واضحه؟ طيب دي القصه بتاعت الستيدي ستيت. يبقى انا الستيدي ستيت باختصار شديد ان انا بدي الدواء بمعدل ثابت مش مره واحده وخلاص. اوكي؟ المعدل الثابت ده بيخلي الدواء يتراكم في الجسم، وطول ما الدواء بيزيد الانيميشن ريت شغال يعلى لغايه ما بوصل لنقطه معينه عندها بقت الإليمينيشن ريت عالي للدرجة اللي بقى مكافئ أو مساوي للأدمنستريشن ريت. هنا بيوقف أي زيادة للدواء في الجسم. مهما ضفت اللي بضيفه بيترمي بنفس المعدل، فخلاص ثبت على كده. أوكي؟ طيب دي كده الستوري أو الثيري الأساسية للإيه؟ للستيدي ستيت. ماثيماتيكالي بقى من الناحية الرياضية احنا اتفقنا انه في الستيدي ستيت معناها ان اللي داخل قد اللي طالع، صح؟ طيب كميه الدواء او معدل التغير في الدواء بالنسبه للزمن اوكي هيساوي اللي داخل ناقص اللي طالع. مش ده الطبيعي؟ لو انا بحسب كميه الدواء دلوقتي هتقولي طب هو دخل الجسم كام؟ دخل الجسم 100 مللي جرام من اول ما بدينا. طلع منه كام؟ طلع منه 50 مللي جرام، يبقى فاضل في الجسم كام؟ 50، صح؟ دخلوا قد ايه؟ في احنا مثلا بقى لنا قد ايه؟ بقى لنا ساعتين، يبقى 50 مللي جرام في الساعتين، ده معدل التغير. اوكي؟ معدل التغير في كميه الدواء في الجسم بالنسبه للزمن هيساوي معدل الادمنستريشن ناقص معدل الاليمينيشن. سهله كده؟ فيها مشاكل؟ طيب معدل الادمنستريشن بيساوي ايه؟ بيساوي كي نوت. مش احنا متفقين على معدل الاليمينيشن بيساوي ايه؟ الكي في الاي اللي هو الاليمينيشن ريت كونستنت مضروب في كميه الدواء في الجسم. المعادله دي معادله تفاضليه، احنا متفقين تفاضل يعني معدل. طب لو عايز اجيب الكميه الفعليه اعمل لها تكامل. لما اعمل لها تكامل تطلع لي القانون ده. القانون ده بحسب من خلاله ايه؟ تركيز الدواء في الجسم في الدم at any time. تركيز الدواء في الدم هيساوي ايه؟ هيساوي كي نوت اللي هو الريت اوف ادمنستريشن المعدل اللي بدي بيه الوريد المحلول بتاعي على الجيم الفي دي. وانتم عارفين الجيم الفي دي اللي هي ايه؟ الكليرنس مضروبه في واحد ناقص اي اس ماينس كي تي. اوكي؟ دي المعادله، دي المعادلة اللي بحسب منها كمية الدواء اللي داخل الجسم أو اللي موجودة في الجسم وأنا بدي حقن وريدي محلول وريدي. أوكي كده يا دكتور؟
يبقى السي بي اللي هو تركيز الدواء في الدم هيساوي الكي نوت اللي هو الريت اوف ادمنستريشن على الكليرنس او الكي في الفي دي مضروب في 1 ناقص اي اس ماينس كي تي. فيها مشاكل؟ المعادله دي تطلع لي السي بي، احنا اتفقنا الكيرف بيطلع كده بعد ما يوصل ستيت ستيت، بتحسب لي السي بي امتى؟ في الستيت ستيت ولا في اي نقطه؟ لا في اي نقطه. يعني لو قلت لك انا لسه ما وصلتش للستيت ستيت بس انا بدي محلول وليدي مثلا بمعدل 5 مللي جرام في الساعه، يبقى الكي دي كام؟ 5 مللي جرام في الساعه، والكليرنس بنص لتر في الساعه، يبقى الكليرنس كام؟ نص لتر في الساعه، والإليمينيشن ريت كونستنت 1/10، يبقى الكير 1/10. لو بعد ساعتين من ان انا بديت المحلول تقدر تقول لي السي بي بكام؟ اقول لك اه من المعادله دي. يعني السي بي هنا بعد ساعتين المعادله دي تجيبها لي؟ اه. بعد 4 ساعات المعادله دي تجيبها لي؟ اه. طب ات ستيدي ستيت المعادله دي جت لي السي بي؟ اه. اوكي؟ يبقى المعادله دي بتحسب لي تركيز الدواء في الدم ات اني تايم حتى لو لسه ما وصلتش للستيدي ستيت. اوكي؟ المعادله دي عشان تبقوا عارفين، المعادله دي بتحسب لي تركيز الدواء في الدم الناتج عن محلول وليدي انترافينوس انفيوجن سواء وصلت للستيدي ستيت او ما وصلتش. اوكي؟ طيب لو انا وصلت للستيدي ستيت المعادله دي ممكن تاخد شكل تاني؟ اه. اوكي؟ هوريكم المعادله دي هتبقى ازاي في الستيدي ستيت بطريقتين. اوكي؟ طريقه موجوده هنا في البرزنتيشن انا جايبها من مرجع، وطريقه موجوده كانت في مرجع تاني. اوكي؟ طيب تعالوا نشوف بقى في الستيدي ستيت. مش دي المعادله بتاعتنا اللي احنا متفقين عليها السي بي يساوي كي نوت على كي في الفي دي في 1/(-KT)؟ مش دي المعادله اللي بتحسب لي تركيز الدواء في البلازما قد ايه تايم؟ لما بوصل للستيدي ستيت، انت عشان توصل للستيدي ستيت محتاج وقت طويل. انت فعليا عشان توصل للستيدي ستيت محتاج وقت طويل. خدوا بالكم الخطا الشائع، مش اي محلول ستيدي ستيت. يعني المحلول اللي بيتركب في العيان ده مثلا يقول لك الدواء ده تديه محلول على مدار ساعتين، انا في الساعتين ما وصلتش للستيدي ستيت. هنشوف دلوقتي التايم اللي انا محتاجه عشان اوصل للستيدي ستيت. اوكي؟ انت عشان توصل للستيدي ستيت محتاج من 5 لـ6 تي هاف. يعني الدواء بتاعك لو التي هاف بتاعته 10 ساعات انت محتاج 50 لـ60 ساعة. 60 ساعة انت قربت تخش على 3 ايام. اوكي؟ فانت علشان توصل للستيدي ستيت انت محتاج لونج تايم. لونج تايم في المعادلة دي مين اللي بيعبر عن التايم في المعادلة دي؟ التي ده فوق دي جميل. التي دي لما تكبر يبقى الرقم ده كله يحصل له ايه؟ سوري. الرقم ده كله يحصل له ايه؟ يكبر، صح؟ مش التي كبرت؟ طيب الرقم ده، الرقم ده عباره عن اس بالسالب. اس بالسالب يعني ايه؟ يعني في المقام، صح؟ لما يبقى المقام كبير يبقى بيقرب من ايه؟ من الصفر تقريبا. يعني 1/100 اكبر ولا 1/1,000,000؟ 1/100، صح؟ 1/1,000,000 ده صغير قوي. طب لو 1/1,000,000 ولا 1/1,000,000,000؟ لا، ال 1/1,000,000,000 ده مفيش، ده خلاص بقى ولا حاجه. فلما يعدي وقت طويل قوي الرقم ده تقريبا هيبقى بكام؟ فهتيجي مرفوعه لاس سالب، رقم كبير. يعني الرقم الاي اس سالب كي تي ده لما بيتكتب عادي يعني 1/اي اس كي تي. هو ده معنى اي اس ماينس كي تي، هو 1/اي اس كي تي. الرقم ده لما كبر قوي، المقام ده لما كبر قوي خلالي الرقم ده كله تقريبا بكام؟ بصفر. الواحد ناقص الصفر بكام؟ بواحد. يبقى بالتالي لما تي، نمسح بقى الشخبطه دي عشان تبان.
الرقم ده بقى بصفر، واحد ناقص صفر بواحد، اي حاجه مضروبه في واحد تقدر تلغيها، صح؟ يبقى بالنسبه لي الترم ده كله بقى واحد، ولما بقى واحد خلاص ملوش لازمه، واحد في اي رقم من الرقم. ففي الحاله دي المعادله دي تتحول الى ان السي بي اس اس يعني ات ستيدي ستيت، دي حاله سبيسيفيك، تتحول المعادله دي الى معادله ان السي بي اس اس هتساوي الكي نوت على الكي في الفي. سهله كده؟ تقريبا دي المعادله، المعادلتين دول هم اللي هنشتغل بيهم كل شغلنا اصلا النهارده. اوكي؟ انتوا فاهمين القصه كده؟ اقول لكم على الطريقه الثانيه ولا انتوا مكتفين كده؟ مش هزعل برضه، مش عايزين تاني، ما تخافوش. كفايه كده؟ عايزين الطريقه الثانيه؟ ممكن نعرفها. طيب كده كده طريقه استنتاج القانون ما تفرقش معايا انا في الامتحان. انا مش هجيب لك استنتاج القانون. بس احنا بنستنتج القانون مع بعض عشان تبقى فاهم الخلفيات. عشان تقدر تلعب براحتك مهما لعب معاك في المسائل. اوكي؟ طيب الطريقه الثانيه ايه؟ مش احنا قلنا في الستيدي ستيت اللي داخل قد اللي طالع؟ صح؟ دي حاله سبيسيفيك. يعني طول ما الدواء بتاعي بيعلى معايا اللي داخل اكتر من اللي طالع، صح؟ مش هنا كان اللي داخل اكتر من اللي طالع فالدواء بيزيد لسه لغايه ما وصلت للنقطه دي عندها بقى اللي داخل قد اللي طالع فبقى تركيز الدواء ثابت. مش معايا في دي؟ يبقى الستيدي ستيت تحديدا اوصل لها لما يبقى اللي داخل قد اللي طالع من الجسم، صح؟ طيب هو اللي داخل بيساوي ايه؟ الكي نوت، صح؟ واللي طالع بيساوي ايه؟ الكي في الاي، وبنسميها في الحاله دي ستيدي ستيت عشان نعملها سبيسيفيكيشن، وده رقم ثابت. انتوا معايا ولا فاضيين؟ اللي داخل قد اللي طالع، انا ما غيرتش حاجه خالص. معايا كده؟ فيها مشاكل؟ سهله؟ طيب هي الاي دي مش بتساوي السي بي، وطبعا احنا متفقين بنعمل لها نوتيشن كده ان هي ايه؟ سيدي ستيت في الفي دي. مش الاي بتساوي السي بي في الفي دي، صح؟ يبقى اقدر اشيل الاي واحط مكانها ده، يبقى الكي نوت هيساوي الكي في الفي دي في السي بي اس اس. بالمنطق بدون ما ادخل نفسي في متاهات، صح؟ مش ده احنا استنتجناه مع بعض دلوقتي؟ طب يبقى السي بي اس اس هيساوي ايه؟ الكي نوت على الكي في الفي. بمنتهى البساطه اللي داخل قد سهل، صح؟ دي طريقه ثانيه احنا استنتجناها مره من القانون بتاعنا، واستنتجناها مره تاني من المنطق. اوكي؟ سهله كده يا شباب؟ فيها مشاكل؟ الدنيا بسيطة. طيب اوكي خدوا بالكم بقى، changing the rate of drug infusion هيعمل ايه؟ نرجع للقانون بتاعنا ال CPSS بيساوي الكي نوت على الكليرنس. فكروني كده، هو الكليرنس كان بيتأثر بالدوز؟ يعني لو انا مدي طبعا في الفيرست اوردر، في الفيرست اوردر كان الاكس الكليرنس اللي بيتاثر بالدوز. يعني لو انا مدي 100 ملي جرام الكليرنس يختلف عن لو انا مدي 1000 ملي جرام؟ الكليرنس ثابت، وبالتالي المعادله دي هذا الرقم ثابت مش هيتغير، مش هيتغير غير لو الجسم حصل فيه حاجه غيرته. اوكي؟ في هذه الحاله كل ما تزود الريت اوف اليمينيشن او تقلله مين اللي هيتغير تباعا؟ تركيز الدواء في الدم.
اللي هو الستيدي ستيت كونسنتريشن. يبقى انت كل ما بتعلي الانفيوجن ريت المتوقع ان ايه اللي يحصل؟ تركيز الدواء في الدم هيعلى معاك ات ستيدي ستيت طبعا، تمام. وكل ما تقلل الانفيوجن ريت الستيدي ستيت كونسنتريشن هيحصل له ايه؟ يقل. يبقى انت لو عايز تظبط الستيدي ستيت كونسنتريشن عند كونسنتريشن معين هتظبطه منين؟ من الريت اوف انفيوجن، تعليق وتوطين. طبقا للايكويشن دي انت عارف الكلينس بتاع الدواء في العيان بتاعك، فتقدر تظبط الايه؟ الكونسنتريشن بتاعك. اوكي؟ طيب المعادله دي ممكن تتحول ان الانفيوجن ريت هيساوي السي بي اس اس في الكليرنس، صح؟ اضرب ده بده. لو انت عارف الكليرنس وعايز توصل لستيدي ستيت معين اضربهم في بعض، دي كده الانفيوجن ريت اللي انت المفروض تجري عليها. هنتكلم بقى شغل البراكتيكال. اوكي؟ سهله كده يا شباب؟ فيها مشاكل النقطه دي؟ يبقى انت لما هتغير الانفيوجن ريت انت متوقع ايه الحاجه الوحيده اللي هتتغير عندك؟ الستيدي ستيت كونسنتريشن. وطبعا بتتغير تبع ليها كميه الدواء اللي في الجسم. ما هو ده لما يضرب في الفي دي اللي هو برضه رقم ثابت هيطلع لي الاي اس اس اللي هي اماونت ات ستيدي ستيت. اوكي؟ يبقى انا الحاجه الوحيده اللي هتتغير معايا لما بغير الفيوجن ريت هو ايه؟ هو الستيدي ستيت كونسنتريشن او الستيدي ستيت اماونت. سهله كده يا شباب؟ طيب اوكي، يبقى احنا اتفقنا changing the rate هيؤدي الى proportional يعني نفس النسبة change في الستيدي ستيت. يعني لو انا كان عندي ريت ضعفت الريت من الكورن اللي فات، لو ضعفت الريت الكونسنتريشن هيحصل له ايه؟ هيتضاعف. نصصت الريت الكونسنتريشن هيتنصص. سهلة القصة صح؟ ما فيهاش مشاكل. طيب خلاص احنا اتفقنا بقى ايه؟ الاماونت في البادي هي ما بتتضربش رقم ثابت، فده عالي ده هيعلى. هي تسال على الاي اس اس الاماونت في السيتي ستيت، تضاعف او تتنصص بروبورشنال. اوكي؟ عشان كده خدوا بالكم لما بيكون عندك عيان عنده ديس فانكشن في اورجن معين، عنده وليكن مثلا عنده مشكله في الكلى، خلت الاليمينيشن بتاع الدراج قل، الكليرنس قل. اوكي؟ لما الكليرنس يقل انت متوقع ايه اللي يحصل؟ لو انا بقى عايز احافظ على الستيدي ستيت، خدوا بالكم القانون هو قانون واحد صدقوني الدنيا بسيطه. السي بي اس اس بتساوي الكي نوت على الكي في البي دي، مش هنكتبها كليرنس. اوكي؟ لو انا عندي عيان حصل ان الكليرنس ده قل، عشان احافظ على نفس الستيدي ستيت لازم اعمل ايه في الفيوجن ريت؟ يقل هو كمان. تمام؟ قصه سهله خالص. داخل لك عيان في المستشفى بتعمل له التحاليل، لقيت في كرياتين عالي، في فشل كلوي، او عيان عنده سيروزس، الكبد مش بيتخلص من الدواء كويس، فبالتالي الكليرنس لقيته انه نص الكليرنس بتاع الانسان الطبيعي. الكليرنس بتاع الدواء نص الكليرنس بتاع الانسان الطبيعي. الانفيوجن ريت المفروض يقل لكام؟ للنص عشان احافظ على نفس التركيز. سهله كده؟ فيها مشاكل؟ اللعبه بسيطه، الانفيوجن ريت ده من اسهل يعني من الحاجات اللي كده يعني بمبنية الامتحانات. فيها مشاكل يا ولاد؟ الدنيا بسيطه. طيب هنا بقى بنشوف لما بنزود ال concentration sorry infusion rate او لما بيقل الكليرنس ايه اللي بيحصل؟ هنا لما بيزيد الانفيوجن ريت انا مره بدي 30 مللي جرام في الاول، واخدين بالكم انا بحسب الريت بايه؟ كميه الدواء في الطين، ماليش دعوه بقى الفوليوم قد ايه؟ الفوليوم ده يفرق معايا في اعتبارات ثانيه لكن مش في الكلام. اوكي؟ طيب انا مره 130 مره
60 مره 190، ال 30 تبص اهو وصل للستيدي ستيت ووقف. بالعقل كده لو ال 30 مللي جرام في الاور وصلني للستيدي ستيت تقريبا 5، ال 60 هيوصلني كام؟ 12. ضعفت الانفيوجن اهو. هو طبعا مش 5 بالظبط، هو مش 10 بالظبط. تمام؟ وبالتالي ال 90 هنا كام؟ 16. 3 اضعاف ال 30 هيبقى اولموست 15. اوكي؟ يبقى لما بزود الانفيوجن ريت بزود الستيدي ستيت كونسنتريشن. طب السؤال بقى، هل ده بيؤثر بشكل او باخر على الوقت اللي انا محتاجه عشان اوصل للستيدي ستيت؟ يعني تخيل معايا، انا الدواء بتاعي هيوصل للستيدي ستيت لو انا بدي انفيوجن ريت 10 مللي جرام في الاول، وصلت للستيدي ستيت بعد 60 ساعه. مش لو انت اديته 20 مللي جرام في الاول ممكن توصل بعد 30؟ يعني انا عايز اسرع العمليه، ايه رايك؟ اصل ان انا استنى وقت طويل قوي عشان اوصل للستيدي ستيت، احنا متفقين اهو في المعادلات الرياضيه حتى ان انت عشان توصل للستيدي ستيت انت محتاج ايه؟ وقت طويل. طب انا عيان عندي داخل طوارئ مش هستنى وقت طويل، طب ما تعالي الانفيوجن ريت. تمام، وبعدين فين المشكله؟ لو عليته كده وهياخد نفس الوقت بس هيبقى توكسيك، الدوز هي اللي هتفضل، يعني الكونسنتريشن هو اللي هيضعف. كويس، انت بتقول كلام حلو. طب انا بقى قطعها قاعده شهيره كده، انه الوقت اللي انت محتاجه عشان توصل للستيدي ستيت لا علاقه له تمام، لا علاقه له تماما بالانفيوجن ريت. يعني بتدي 10 مللي جرام في الساعه هتوصل للستيدي ستيت مثلا بعد 10 ساعات. لو اديت 1000 مللي جرام في الساعه برضه بعد 10 ساعات. الفرق الوحيد زي ما زميلتنا قالت ان ال 10 مللي جرام في الساعه هيوصلني لستيدي ستيت معين، ال 1000 مللي جرام في الساعه هيوصلني ل 100 ضعف. الكونسنتريشن هو 100 ضعف الكونسنتريشن الاولاني، لكن في وقت قد ايه؟ في نفس التوقيت. لو انا محتاج 60 ساعه يبقى محتاج 60 ساعه في التالي. اوكي؟ يبقى الانفيوجن ريت ملوش علاقه ابدا انا امتى هوصل للستيدي ستيت. الانفيوجن ريت ما بيتاثرش ما بيغيرليش غير الستيدي ستيت كونسنتريشن. زاد يزيد قل يقل. تمام؟ طيب لما الكليرنس، بصوا نفس الحدوته برضه. الاول خد بالكم هنا، انا همسح بس دي الخطوط الحمراء دي عشان تشوفوا معايا. تقريبا كلهم وصلوا للستيدي ستيت شهر مثلا بعد 10 ساعات، شايفين كلهم تقريبا وصلوا نفس الستيدي ستيت في نفس التوقيت، رغم ان الدوز دي ثلاث اضعاف دي والدوز دي ضعف الدوز دي. بس وصلوا امتى للستيدي ستيت؟ في نفس التوقيت تقريبا. صح؟ هو نفس التوقيت. بصوا برضه الكليرنس لما قل اهو. انا وصلت تقريبا للستيدي ستيت في نفس التوقيت. انما الفرق الوحيد كان ايه؟ الفرق الوحيد ان الدوز هنا لما الكليرنس كان قليل الكونسنتريشن عالي، عشان السي دي اس اس بيساوي الكيلو على الكليرنس، فكل ما المقام يقل السي دي اس اس يحصل لها ايه؟ تعب. المقام بيقل قيمه الرقم تعب. هو مش المفروض الكليرنس قل فالكيلو قل فالتيها قليله صح؟ فهو مثلا لو الكليرنس يعني هنا في تغير في 5 فيه عن الاول الثاني عن الاولاني صح، بس التغير طفيف عشان كده بنعتبره كلام نجدي، لان لسه انت هتضربي في الفي دي. بس هو اوريدي في تغير، بس احنا نجلت التغير. في تغير بس التغير كانه نجلت. تاني بصوا يا جماعه، المفروض ان الكليرنس لما هيتاثر الكليرنس معناها ايه؟ معناها الكي في الفي دي. اوكي؟ تمام؟ زميلتنا قالت انه بما ان الكليرنس اتغير يبقى الكي اتغيرت. صح؟ طالما الكي اتغيرت التي هاف هتتغير، الوقت اللي انا محتاجه عشان اوصل للكونسنتريشن للستيدي ستيت
المفروض يتغير، ده حقيقي. بس خد بالكم من حاجه، انا الكليرنس بتاعي ما بيتلغيش من كلمه البي دي. كنا في المحاضره اللي كده قلنا ان الكليرنس لوحده ما يصلحش للحكم على الاشياء بدون الرجوع للفي دي. الاثنين حتى كنا بنسميهم ايه؟ التو اندبندنت فارماكوكريتيك بارامترز. تمام؟ ليه بقى؟ الكي دي فاريابلز بس لسه هتضرب في الفي دي، فالتغير مش هيبقى قوي. سبب تاني، الكليرنس ممكن يتغير مش لان الكي اتغيرت، لان الفي دي اتغيرت. تمام؟ كونديشن في الدم، حصل ان البلازما بروتينز بتاعت الدم قلت، الالينيشن شغال زي ما هو بس الفي دي اتأثرت. صح؟ في الحالة دي الكليرنس هيقل؟ اه هيقل. الكي هتتغير؟ لا مش هتتغير. تمام؟ معايا؟ طب هو المفروض يعني مثلا في الحالة دي انا مثلا هقول لو التغير في الفي دي الكي مش هتتغير. لا احنا بنشملها بقى بشكل عام، ان انا بالنسبة لي الكليرنس مش كافي، مش رقم كافي عشان احكم على التايم اللي هوصل له ات ستيدي ستيت. اللي هيفرق معايا هو الكي مش الكليرنس. انا بالنسبه لي الكي والكليرنس حاجتين مختلفتين تماما، عشان ده خلي رقم تاني اسمه الكي. اوكي؟ تمام؟ ماشي؟ فعشان ما لخبطكمش، هنا لما الريت انفيوجن ريت زاد التايم اللي وصلت له الستيدي ستيت ما اتغيرش. اوكي؟ مالناش دعوه بالكليرنس، الكليرنس والتايم ات ستيدي ستيت. بس خليك انت بقى فاهم معايا ان الكليرنس يعني ايه في الفي دي. لو الفي دي اتغير الكليرنس اتغير، لكن الكي ما يتغيرش. فبالتالي ان انا احكم على التايم اللي هوصل له من الكليرنس ده مستحيل. لو الكليرنس اتغير التايم ممكن يتغير؟ ممكن وممكن. التغير حتى نفسه ملحوظ او مش ملحوظ؟ ممكن وممكن. الفي دي لو قليله التغير مش ملحوظ نهائي. الفي دي لو كبيره التغير ملحوظ جدا. معايا؟ والعكس. سوري انا عكست. لو الكليرنس اتغير بس الفي دي كبيره يبقى التغير في الكي كان قليل. والعكس. اوكي؟ فعشان بس ما تتلخبطوش، الكليرنس لا يصلح ان انا احكم عليه او من خلاله ان انت هوصل للسيتي ستيت كونسنتريشن. ممكن التايم اللي هوصله للسيتي ستيت يتاثر وممكن ما يتاثرش. اوكي؟ انما بالنسبه للانفيوجن ريت هو قول واحد مش هيتاثر. اوكي كده تمام؟ ممكن برضه التغير هيفرق معايا، مثلا لو انا محتاجه 60 ساعة عشان اوصل للسيتي ستيت، فالتغير ممكن يفرق معايا في ساعة أو ساعة ونص بس. ممكن يفرق في 20 ساعة. هو بص هي هو رقم ما يصلحش إن أنا أحكم عليه لوحده، ما ينفعش. لازم أحطه جنب الفيدي وأشوف إيه اللي حصل. تمام؟ ما أقدرش. عشان كده بنقول إجمالا إن الإفكت حاجة بنسميها كده إيه؟ مش تشينجبل، اللي هو إيه؟ متغير مش فاريبل. كان ليها مصطلح كده في الماثيماتكس اللي هو رقم ما ينفعش تعينه، ما ينفعش تفترضه. يعني ما ينفعش اقول مثلا لو الكليرنس قل النص الطيب هيوصل في 10 في الضعف او في النص. لا ما ينفعش. كل حاجه استثنائيه حسب الكي وحسب الفي. تمام؟ معايا كده شباب؟ في حاجه مش مفهومه؟ واضح كده؟ حد اتلخبط طيب من الحدوته دي؟ التايم اللي هوصل للسي بي اس اس ما ينفعش. انما بالنسبه للانفيوجن ريت هو قول واحد، زودت وقللت وانا هوصل في نفس الايه؟ في نفس التايم. فيها مشاكل كده يا شباب؟ سهله؟ حد اتلخبط؟ طيب. اوكي، اتفقنا ان خلاص بقى احنا قلنا حكينا الحدوته دي، ان بالنسبه لي التايم اللي انا محتاجه علشان اوصل للستي ستيت هو غالبا هيكون ايه؟ ملوش علاقه بالانفيوجن ريت. اوكي؟ طيب
في المعادلة اللي فاتت ان انا عشان اوصل للستيدي ستيت محتاج وقت طويل جدا. فالناس اتفقت انه تقريبا الستيدي ستيت بتوصل لها لما توصل لتركيز هو 98% من الستيدي ستيت. يعني لو انا عايز اوصل هنا التركيز ده من اول ما اوصل ل 98% منه انا كده وصلت للستيدي ستيت. اوكي؟ ماشي؟ طيب ده هيفرق معايا في ايه؟ ماتيماتيكالي اهو. مش احنا اتفقنا ان السي بي بيساوي كي نوت على كي في الميلي في واحد مع سي اس ماينس كي تي؟ صح؟ لو انا عوضت عن السي بي ب 98% سي بي اس اس. مش اتفقنا لما السي بي هتوصل ل 98% من السي بي اس اس انا هعتبر ان هي كده وصلت للسي بي اس اس؟ تمام؟ فانا عايز اعرف بقى انا هوصل للده في وقت قد ايه؟ فانا عوضت على السي بي ب 98% من السي بي اس اس. انتوا معايا في دي ولا؟ اوكي؟ طيب خلص بقى المعادله دي وخلي بالك لما انا خليتها 98% سي بي اس اس التي تحولت الى التي اس اس اللي هي التايم ات ستيدي ستيت اللي عنده هيبتدي الستيدي ستيت. اوكي؟ لما تخلص المعادله دي هتلاقي ان انت عندك انت محتاج التايم ده التي اس اس دي تطلع ب 5.6 تقريبا. يبقى انت محتاج 5.6 تي هاف. انت محتاج 5.6 تي هاف عشان السي بي اللي في الدم يوصل الى 98% من السي بي اس اس. اوكي؟ عشان كده بنقول انت محتاج من 5 الى 6 تي هاف. نعم. بالنسبة لنا في الكلام النظري احنا بنديلها تي هاف واحد. بالنسبة لك في المستشفى انت لازم تحدد التي هاف تحسبها له تحسبها انت للعيان. ما ينفعش تمشي على البوبيوليشن. بنمشي على البوبيوليشن في حالة ان انا مش قادر احسب التي هاف للعيان. فبنشوف البوبيوليشن، البوبيوليشن بتبقى رينج باخد المتوسط. انا جاوبت على السؤال كده؟ في حد عنده استفسار؟ الدنيا تمام؟ الدنيا كويسة؟ طيب يبقى انا التايم اللي انا محتاجه عشان اوصل من سي بي اس اس هو 5.6 تي هاف. اوكي؟ يبقى انا عشان اوصل للستيدي ستيت لازم يكون عدى على بداية الادمنستريشن بتاع الانفيوجن من 5 الى 6 تي هاف. فانت متخيل لو التي هاف بتاعت الدواء ده 12 ساعة انت محتاج يعدي من 60 الى 72 ساعة عشان اوصل ل 60 يوصل 100 ساعه يعني 4 ايام 3 ايام. 3 ايام يعدوا عشان توصل ل 60 ستيت. طب لو العيان بتاعك ده خلاص احنا قلناها ده لو انا بضاعف الانفيوجن ريت برضه هوصل ل 60 ستيت في نفس التايم بس الفرق في الايه؟ في الكونسنتريشن ال 60 ستيت اللي هوصل. طيب الحل ايه؟ انا داخل لي عيان طوارئ. انا عايز الحق الكونديشن دلوقتي وافضل محافظ على الكونديشن ده لمده اسبوع. تمام؟ يعني انا عايز دلوقتي عيان عنده ارستمو مثلا، عنده ضربات قلبه بينفض. انا مش هديله محلول ان شاء الله بعد 3 ايام هيظبط له قلبه. انا ممكن ما الحقوش بعد 3 دقائق، ما الحقوش. مش 3 ايام. في نفس الوقت انا مش عايز اظبط له قلبه دلوقتي اديله حاضر اظبط له قلبه وبعد ما اديها له بساعه باثنين بيوم الاقيه رجع تاني قلبه ينفض تاني. فانا عايز ابتدي دلوقتي واكمل فتره طويله. اوكي؟ طيب ابتدي دلوقتي انا عايز ايه؟ انترافينوس بولس حقنه تعديل الدواء في الدم مره واحده. ويستمر معايا فترة طويلة يبقى انفيوجن. يبقى انا هعمل كومبينيشن من الحاجتين. ده اللي بنسميه اللودنج دوز والمينتنس دوز. اللودنج دوز هي الانترافينس بولس دوز. هديله دوز انترافينس بولس. الدوز الانترافينس تعمل ايه؟
بشكل فجائي بشكل سريع الحق بيه العيان. المفروض ان الحقنه دي انا بعد ما اديت الدواء في الدم ايه اللي بيحصل؟ طب ايه الترانسبلس؟ التركيز هيبتدي ينزل صح؟ التركيز وهو بينزل انا شغال في نفس التوقيت، يعني انا حققت الحقنه اللي الترانسبلس وانا معلقت الوريد المحلول الوريدي. الدواء بتاع المحلول شغال يحصل ايه؟ شغال يخش الجسم. فالدواء اللي بينزل من الانترافينس بولس بيتعوض بالدواء اللي داخل فين؟ من الانترافينس انفيوجن. الدواء اللي في دمك المزيئات اللي داخله من الحقنه الوريدي من الحقنه الانترافينس بولس تميز نفسها او فيها اختلاف عن المزيئات اللي داخله من الانفيوجن، يبقى بالنسبه لك كدم كدم التركيز الدواء في الدم عباره عن ايه؟ عباره مجموع اللي داخل من الحقنه زائد اللي داخل من الانفيوجن. الحقنه بتقل والانفيوجن بيعلى، مجموع الاثنين هيبقى هو التركيز التوتال اللي في الدم. اوكي؟ اذا فرضنا انه مثلا بعد ساعتين اهو، خليها بعد ساعه بس انا عشان اشرح لكم الشخبطه ده عشان نشوف. لو فرضنا مثلا عند التايم ده، اذا فرضنا التايم ده مثلا ساعه، اوكي؟ عند ساعه المفروض ان الدواء اللي كان الحقنه اللي انا اديتها وصلت لتركيز الدواء في الدم عند 15 مللي جرام بير ليتر، عشان ده التركيز بتاعه، اوكي؟ المفروض ان انا دلوقتي بقيت 10، بعد ساعه التركيز وصل ل 10، نزلوا 5 مللي جرام. لما تبص على الانفيوجن تلاقيه بقى كام؟ بقى 5.2 تقريبا. يبقى اللي داخل من الوريد زاد بمقدار 5.2، واللي انا حقنته انتروفينس بولس نقص 5 مللي جرام. يبقى التوتال عندي كام؟ ال 15 زائد ال 5.2 اللي دخلوا من المحلول ناقص ال 5 اللي طاروا من الجسم. يبقى التوتال عندي كام؟ 15.2 هم نفس ال 15 تقريبا. اوكي؟ هو ده مفهوم اللودنج دوز والمنتنس دوز. يبقى اللودنج دوز هي ايه؟ هي دوز انتروفينس بولس انا بديها عشان اوصل للستيدي ستيت بتاعي اللي انا عاوزه ده بس بسرعه. يعني انت مخطط في دماغك، ما احنا بنحسبها ازاي؟ انا مخطط في دماغي عايز اوصل للستيدي ستيت مثلا وليكن 20 مللي جرام في اللتر. يبقى هدي لودنج دوز توصلني على طول ال 20 مللي جرام في اللتر من اول ثانيه. ودي الانفيوجن ريت طبقا لحساباتي، هدي الانفيوجن بريد معين عشان يوصلني فاينل لكام؟ لل 20 مللي جرام في اللتر. يبقى انا حسبت اللودنج دوز انها توصلني على طول ال 20. والمينتنس دوز انا حسبت الانفيوجن ريت عشان في النهايه لما اوصل للستيدي ستيت تبقى الستيدي ستيت كام؟ 20. فتلاقي ان تقريبا الدواء ما بيتغيرش. الدواء اللي بينقص من البولس بيزيد من الانفيوجن ريت لانك مظبط الريت. انا ظبطت الريت عشان يوصلني لل 20. وظبطت الدوز بتاعت البولس عشان توصلني لل 20 برضه. فاللي بينقص من هنا بيساوي اللي بيزيد من هنا، فبيفضل التغيير كانه ايه؟ كانه ما بيحصلش، ما هو اللي بينقص قد اللي بيخش. صح؟ فببتدي عند 20 وبكمل. فهمتوا اللعبه؟ مش واضحه؟ في حد مش فاهم؟ هو ده فكره اللودنج دوز اللي هي الانترافينس بولس والمينتنس اللي هي الايه؟ الانفيوجن. سهله كده يا دكاتره؟ فيها مشاكل؟ احنا لسه بنصور؟ ما فصلش؟ كويس. طيب يبقى بالنسبه لي تركيز الدواء في الدم الفضل بيساوي ايه؟ بيساوي التركيز اللي جاي من الانفيوجن زائد التركيز اللي جاي من الاي في بولس. منطق احنا قلناها خلاص، تمام؟ طيب
انا بحسب اللودنج دوز ازاي؟ احنا اتفقنا خلاص في الانفيوجن، في الانفيوجن انا عندي سي بي اس اس بيساوي كي نوت على كليرنس، صح؟ يبقى لو انت عارف الكليرنس تقدر تحسب السي بي اس اس اللي انت عايزه من خلال الانفيوجن. انا عايز سي بي اس اس 25 ملي جرام في المتر، خلاص يبقى انا عايز هنا 25 الكليرنس وليكن 1 من 10، يبقى الانفيوجن ريت بتاعي 250 ملي جرام في الساعة. خلصت. وانت واقف خلصتها. يبقى انا لو عايز اوصل العيان ده لتركيز من الدواء 25 ملي جرام في اللتر، تمام؟ والكليرنس بتاع الدواء ده في العيان 1 من 10 او اتفضلوا ماينس 1 سوري لتر بر اور، اوكي؟ يبقى انا محتاج ابتدي كام او اشتغل على ريت كام؟ 250 ملي جرام في الساعة. يبقى انا هعمل له انفيوجن ريت 250 ملي جرام في الساعة. خلاص دي طريقة حساب الانفيوجن ريت. طب اللودنج دوز؟ ما اسألها. اللودنج دوز هتساوي السي بي اللي انت عايزها، والسي بي اللي انت عايزها عادة بتبقى ايه؟ السي بي اس اس اللي انا عايز اوصلها في الاخر مضروبة في الفي. مش الدوز بتساوي السي بي في الفي دي، او السي بي كان بيساوي الدوز على الفي دي، صح؟ يبقى انا لو عايز احسب دوز معينه اشوف انا عايز اوصل التركيز قد ايه واضربه في الفي دي. مفيش ابسط من كده في الحياه يعني. فيها مشاكل؟ الدنيا بسيطه؟ طيب احنا كده شفنا ازاي نحسب اللودنج دوز وازاي نحسب المينتنس دوز. خلوا بالكم بقى من جمله مهمه جدا، ان اللودنج دوز does not affect the steady state concentration. يعني ايه؟ يعني لو انا مدي لودنج دوز مثلا، انا عايز مدي انفيوجن ريت يوصلني ل 20 ملي جرام بر اور، ل 20 ملي جرام بالليتر. انا مدي انفيوجن ريت يوصلني ل 20 ملي جرام بير ليتر، يبقى انا فاينلي هوصل لكام؟ 20 ملي جرام بالليتر. طب انا اديت لودنج دوز غلط، لقيتها فجأة نطرت لي تركيز الدواء ب 30 ملي جرام. السي بي اس اس هيبقى متوسطهم؟ ولا هيبقى ال 20؟ ولا هيبقى ال 30؟ ولا هيبقى مين؟ السي بي اس اس لا يتأثر باللودنج دوز. اللودنج دوز وظيفتها الوحيدة إنها تسرع لي الوقت اللي أنا عنده هوصل للسي بي اللي أنا عايزه. بس تاني الكيرف ده وضحها لك. انا اديت لودنج دوز مثلا هنا، يعني سي انا السي بي اس اس بتاعي اللي انا عايزه 16 ملي جرام، انا حاسب الانفيوجن ريت بتاعي يوصلني 16 ملي جرام، ده السي بي اس اس اللي انا عايزه. لو انا اديت لودنج دوز حسبتها غلط، اصلها مش اصلها ايا كان اللي حصل، لقيت اللودنج دوز وصلت لي التركيز الانيشال بتاعي ل 22 ملي جرام. انا الانفيوجن ريت انا حاسب الانفيوجن ريت هيوصلني ل 16. طب انا اديت لودنج دوز ضربت لي التركيز ل 22، السي بي اس اس هيبقى فاينل كام؟ 16. طب انا اديت لودنج دوز رفعت التركيز يا دوبك ل 5، السي بي اس اس الفاينل كام؟ برضه 16. السي بي اس اس لا يتحدد الا بالانفيوجن ريت. انت الانفيوجن ريت بتاعك كام؟ نعم؟ هتفرق في الوقت يعني 5 اسرع اقل من 20؟ طبعا طبعا هتفرق في الوقت ان انا بادي هنا من عند الخمسه او من عند السته، تمام؟ فانا هوصل هنا للفري ستيت اسرع من هنا، اسرع من لو بادي من الصفر. لو انا بادئ من ال 20 انا واصل اوريدي للستيدي ستيت من اول ما بديت. هو بس بيسرع لي الوقت اللي انا بوصل فيه للافكتيف كونسنتريشن. ده اللودنج دوز، ده الفايده الوحيده منها. انما هل هتغير لي في الستيدي ستيت كونسنتريشن؟ لا. الستيدي ستيت كونسنتريشن قولا واحدا لا يتاثر الا بالديفيوجن ريت. عايز تعليه على الديفيوجن ريت. اول كليرنس وكليرنس بتاع العيان انت بتتحكم فيه، انت مش هتقفله كليته علشان الكونسنتريشن يعلى.
انت تزود الانفيوجن ريت. اوكي؟ الوقت اللي هحتاجه في الفيوجن ريت اقل من 5 كيلو. بكتير. انا لو جيت يعني في المثل اللي عندنا هنا ده انا هعطيكم ارسمهم ازاي. الطبيعي ان انا قلت بالانفيوجن ريت لوحده انا همشي كده. اوكي؟ لو انا اديت لودنج دوز انا بديت من هنا ونازل. التركيز التوتال عندي مش التركيز الدواء هو التركيز التوتال؟ هتلاقيه ماشي كده. سوري. التركيز التوتال هتلاقيه انت ماشيه كده. ده التركيز الحقيقي اللي انت قايساه في الدم. يعني انا لو بسحب عينات دم هلاقي تركيز الدواء كده. هو انت كده مش وصلت اوريدي للستيدي ستيت من اول دقيقه؟ انت ما استنيتيش كل ده عشان توصلي للتركيز بتاعك، ما استنيتيش كل ده. انت حاولتي لودنج دوز فانت بادية من هنا اصلا. ومكمله كده 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 للاخر. فانا هستنى 5 فيها ولا واحد فيها حق. هو الميزنس لودنج دوز تبقى تساوي لودنج دوز؟ ولا مش شرط؟ استحالة تساوي. الميزنس دوز ده معدل. كم ملي جرام في الساعة؟ لودنج دوز دي مرة واحدة عشان ترفعه لي بس مرة واحدة وخلصت مهمتها على كده. مالهمش علاقة ببعض. عشان كده انا حسبت دي على الفي دي بتاعي، انما دي انا حسبتها على ريت اوف اليمينيشن اللي هي كليرنس. معايا؟ فيها مشاكل كتير يا شباب، في حد متلخبط في حاجة؟ الرجال صباح الفل، الدنيا كويسة؟ طيب، فهمتوا فكرة اللودنج دوز؟ اللودنج دوز مش هتأثر لي على السي بي اس اس نهائي. اللودنج دوز الميزة الوحيدة ليها إنها بتسرع لي إن أنا أوصل للإفكتيف كونسنتريشن اللي أنا عايزه. بدل ما العيان هيستنى 6 تي هاف، لا أنا من أول دقيقة أنا وصلت للتركيز اللي أنا عايزه ومكمل. أوكي؟ طيب أنا اديت العيان، خدوا بالكم إحنا رسمين هنا على إيه؟ السكيل ده إيه؟ لوجاريزميك ولا السكيل بتاع الواي؟ هو ده السكيل بتاع الواي إكس ده لوجاريزميك ولا نورمال كارتيجن؟ بس ماي لورد ده البيبر كلها، إنما هنا ده لوجاريزميك سكيل. عرفتوه منين؟ بادئ من الواحد مش بادئ من الصفر. وهنا سايكل المسافات بين اليونتس مش واحده، بتبتدي كبيره بعدين تقل. اوكي؟ طيب انا دلوقتي اديت العيان بتاعي الانفيوجن اهو، والعيان اهو فضل ماشي على الانفيوجن ومكمل مكمل مكمل ووصلنا لستيدي ستيت كمان، بعدين وقفت خلاص شلت المحلول. لما شلت المحلول ايه اللي هيحصل؟ كأنك كنت مديله انترافينوس بولس عادي خالص. بالنسبه للدم في دواء في الدم او في دواء في الجسم، الجسم هيتعامل معاه زي ما كان بيتعامل مع الانترافينوس بولس. هيبتدي يعمل له اليمينيشن عادي خالص، وتلاقي الخط بتاعك اهو، الخط بتاعك اهو ستريت عشان انا لازمه على سمايلو بيبر، والاسلوب هيساوي ايه؟ ماينس كي اليمينيشن عشان ما حدش يتلخبط بينه وبين الكي نوت. ماينس كي اليمينيشن اللي هو الاليمينيشن ريت كونستنت على 2.303. اوكي؟ يهمني بقى هنا النقطه دي هي ايه؟ انا لو راسم تجريب، بصوا في الانترافينس انفيوجن في الانترافينس بولس كنت برسم الاول هنا صح؟ وكان يديه بسميها سي بي نوت. فاكرين؟ انما انا عندي بقى لو انا بادئ انفيوجن، لو انا بادئ انفيوجن النقطه دي هي ايه؟ هي السي بي اس اس اللي انا كنت عندها وبعدين هنزل. حلو؟ يبقى انا لو قلت لك الداتا دي، لو انا جبت لك الكيرف ده كده اهو، قايل لك ان انا كنت شغال انفيوجن وصلت للستيدي ستيت. انا وصلت للستيدي ستيت وبعد ما وقفت انا ايه؟ دي القيم اللي طلعت لي، تركيز الدواء في الدم بعد ما وقفت الانفيوجن. لما مد الخط ده على استقامته، الانوسيت هنا هيساوي ايه؟ مش السي بي نوت، لا الانوسيت هنا هيساوي السي بي اس اس اللي انا كنت عامله.
اللي هو تايم زيرو قبل ما اول ما لقيت الايه الانفيوجن. انتوا معايا كده يا شباب؟ انتوا فاهمين؟ طب انتوا عاملين ايه زي كويسين كده؟ زهقانين؟ نقفل ونمشي؟ يعني انا حاسسها طبعا يعني هنا بس مش هنبقى نوع يعني. ما هو اللي تشوفه يعني يا ريت. طيب خلاص احنا خلصنا اساس الشرح. مسألة بس نحلها مع بعض. اوكي؟ ممكن ولا مش عاوزين؟ ونشوف. طيب المسألة بتقول ايه؟ بتقول a patient is receiving. انا عندي عيان receiving انتي ريتم فيه بقى لغو كتير الكونستنت الانفيوجن ريت بتاعي كام؟ يبقى على ورقة كده على جنب الكي نوت بتاعي ب 24 اتفقنا طبعا اليونتس مهمة جدا من جرام لتوتر. اوكي؟ ادي اول معلومة وصلت ليها. بعد ثلاث ايام يعني انا الحمد لله كنت وصلت للسيتي ستيت الدراج انفيوجن استرمينيتد خلاص انا وقفت انفيوجن. وبعدين سحبت ثلاث عينات بلازما. بيقول لك هنا تايم افتر ذا اند اوف ذا انفيوجن يعني التايم افتر ترمينيشن اوف انفيوجن. اوكي؟ بعد ساعه من الترمينيشن تركيز الدواء في البلازما كان 3.3 ملي جرام بير لتر. بعد ثلاث ساعات بقى 2.2، بعد سته بقى 1.2. اوكي؟ بيقول لك احسب لي بقى شويه مطاليب. اول حاجه الكليرنس. تاني حاجه الفي دي بتوع الدرج. اوكي؟ طيب انا جاي لكم الحل بس انا عايز نحلها مع بعض، ممكن؟ اوكي، تعالوا نرسم طالما هو جايب لي جدول، سوري. طالما هو جايب لي جدول، تعالوا نرسمه مع بعض. احنا رسمنا الجدول ده. طبعا هرسمه على سبايل بيج. اوكي؟ هنا التايم بدور. وهنا الايه؟ السي بي بالملي جرام بير لتر. مش مشاكل. اوكي؟ تمام؟ الاقي الخط بتاعي عامل كده. اوكي؟ لما امده على استقامته القيمة دي هتساوي ايه؟ السي بي اس اس بتاعت الانفيوجن اللي انا كنت مديه. صح؟ معايا؟ طيب السي بي اس اس دي من الحسابات عشان نحللها هتساوي 4 مللي جرام بير لتر. يعني لما حطينا الخط وقطعناه هنا طلعت السي بي اس اس ب 4. اوكي؟ حد يعرف يحسب ازاي الكليرنس؟ طب انا ما عنديش في دي. السلوغ اجيب منه الايه؟ جميل. ماشي طب والكليرنس اللي جبتها في دي هجيبها منين؟ هيطلع لي ايه؟ صح انتوا بتقولوا صح. انا في عادة لو كانت دي انتروفينس بولوس كنت بشوف الدوز قد ايه واشوف السي بي لود قد ايه واقسمهم على بعض يطلعوا لي الفي دي. بعدين اعمل السلوب يطلع لي الكي والكي في الفي دي يطلع لي الكليرنس. هنا مش هينفع القصه دي. ليه؟ لان انا هنا ما عنديش دوز ودي مش سي بي لود. صح؟ يبقى لازم اخش من خلال قانون تاني. ايه هو القانون التاني؟ قانون الانفيوجن السهل بتاعنا. قانون الانفيوجن بيقول ايه؟ بيقول ان السي بي اس اس بيساوي كي نوت على الكي في الفي دي. صح؟ طب انت عندك السي بي اس اس جبتها هنا وبتساوي 4. طب الكي نوت هو مش هيقدر في المساله انا مدي انفيوجن ريت قد ايه؟ انا مدي 24 مللي جرام بير اوت وهنا طبعا مللي جرام بير بير.
خد بالكم من اليونتس، لو محتاج تغير يونتس قبل ما تحل المساله تمام، عشان ما تفاجئش مثلا بان انت تطلع دوز ب 25000 جرام يعني ربع كيلو، انتوا عارفين سوري 25000 جرام يعني 25 كيلو، انت متخيل تحمل في الوريد بتاعها 25 كيلو وانت تحشيه اوكي، تبقى ضغطت يونت بس فورت لك المساله كلها. طيب على الفريلانس ده اللي انا عايز اجيبه موجود في الفيديو هو الفريلانس اوكي، سهل تجيب الكليرنس كده طلع ده هنا نزل ده هنا، يبقى الكليرنس هيساوي 24 مللي جرام بير اور على 4 مللي جرام بير متر هيساوي 6 طبعا مللي جرام مع مللي جرام ده مقام المقام اللتر هيبقى بسط هيبقى لتر وده في المقام يبقى اور، يبقى انا عندي كليرنس كام؟ ب 6 لتر بير اور اوكي؟ سهله كده شباب؟ فيها مشاكل؟ طيب المطلوب الثاني بيقول لك انا عايز الفي دي، الفي دي يبقى لازم نفكك الكليرنس للكي في الفي دي، لازم يا اما اجيب الكي الاليمينيشن كونستنت يا اما اجيب ده، مين اللي اقدر اجيبه؟ الكي، الكي اقدر اجيبه بكام طريقه هنا؟ بطريقتين، اول طريقه ان انا اقوم جايب السلوب واقول ان السلوب هيساوي سالب كي على 2.3 صح؟ مش انا بتعامل معاها كانها تربيطه كورس خلاص هتنزل؟ السلوب هنا هيساوي ماينس كي على 2.3 بمنتهى البساطه اوكي؟ طب والطريقه الثانيه؟ اديها سهل على نفسك، شوف اي تركيز ونصه وشوف وشوف سوري شوف اي تركيز ونصه وشوف الوقت ما بينهم قد ايه، ده التهاف، ومن خلال التهاف احنا عارفين ان الجي بتساوي 4.693 على التهاف، خلصت. يفضل ايه في الامتحان؟ يفضل حلها بالطريقتين عشان ما تبقاش متلخبط وطبيعه التفاني في الامتحان، الطريقتين لازم يطلعوا ايه؟ ناتج قريب من بعض، فرقهم بسيط. ما ينفعش مثلا طريقه تطلع لك فيها في 3 ساعات وطريقه ثانيه تطلع لك فيها في 18 ساعه. تبقى كارثه يعني. تمام؟ ما ينفعش مره تحسب لي الدوز بطريقه تطلع 100 ملي جرام، تحسبها لي بطريقه ثانيه تطلع 1500 ملي جرام. طب العيان بقى لو في عيان فعلا تحت ايدك انت هتديله ال 100 ولا 1500؟ ولا هتديله اللي فيه نصيبه ويمشي ولا هتعمل ايه؟ تمام؟ لا مش هتديله بقى نص، انت قصدك عايز تبتدي من هنا من الاربعه تشوف الاثنين فين وتنزل؟ اه اي تركيز ونص، اي تركيز ونص، زميلكم بتقول طب انا بادي من الاربعه انا ممكن اشوف الاثنين فين واشوف الوقت اللي عدى؟ اه ما هو الاربعه عدت وان تهاف عشان تبقى اثنين، سي انت بقى عايز تبتدي من الثلاثه والواحد ونص عشان هيدوا لك تايمز شارب مش تقريبات براحتك، اي تركيز ونص اوكي هيطلع لك في الاخر ثلاث تهاف اوكي كده يا شباب. طيب كده احنا جبنا الاول مطلوبين الكليرنس والاليمينيشن ريت كونستنت. طيب نشوف هو كان عاوز ايه تاني. بيقول لك البيشنت اكسبيرينسد ريجولار هارت ريزم اجين اند ذا فيزيشن ونتد تو ستارت ذيس اريثمك اجين. ذيس اريثمك اجين. العيان بعد ما وقفت عملت ترمينيشن العيان رجع قلبه ايه؟ يطب تاني. فالفيزيشن قال له يا جماعه احنا هنرجعه تاني. اوكي؟ المهم بقى ايه؟ بيقول لك ريكومند ان اي في لودنج دوز. انا عايز احسب لي بقى لودنج دوز واحسب لي الانفيوجن ريت لو انا عايز اوصل السي بي اس اس ل 10 مللي جرام بالمتر. يعني الفيزيشن بعد ما العيان رجع عليه بالطب تاني قال لك لا
انا عايز اديله دلوقتي الريسك ده تاني، بس عايز اوصل لتركيز كام؟ 10 مللي جرام في اللتر. عايز اوصل تركيز في الدم 10 مللي جرام في اللتر. اوكي؟ ومش هعتمد بس على الانفيوجن، لان اعتمدت على الانفيوجن على ما اوصل له ان شاء الله هيكون العيان قلبه واقف. فانا عايز اديله لودنج دوز واديله مينتنس دوز او انفيوجن اوصل بيهم لل 10 مللي جرام في اللتر على طول دلوقتي. اوكي؟ فاتفضل حضرتك كصيدلي كلينيكال احسب لي هديله دوز قد ايه؟ اي في لودنج دوز قد ايه؟ وهديله انفيوجن ريت قد ايه؟ اوكي؟ طيب نحسبها مع بعض؟ نحسبها مع بعض. احنا لو عايزين نعرف بس احنا البي دي جبناها بكام؟ ماشي مش فاهم. خدوا بالكم ان فيها من 3.5 ساعة والسي في اس اس ب 4 مللي جرام في المليون. حد بس يحسب لنا الاي بالمرة بقى؟ أول حاجة اللودنج دوز، اللودنج دوز كنا بنساوي كام؟ السي في اس اس اللي أنت عاوزه في الفي دي، صح؟ السي في اس اس في الفي دي. طيب أنا السي في اس اس عندي ب 10 مللي جرام في المليون، أنا عاوز أوصل ل 10 مللي جرام في المليون. الفي دي بتاعتي كام؟ طلعناها كام احنا؟ حد حسبها؟ احنا الكليرنس بست ساعات، 6 لتر بالاول، اوكي؟ والكي حسبتوها من الجهه دي كام؟ 3.5، الكي كام؟ 98 من 1000. 198 من 1000؟ اوكي. اكتبوا على جنب عشان ما يطلعوش. يبقى الكي 198 من 1000 بير اور. والكي الفي دي ممكن نحسبه؟ الفي دي 6. 6 على الرقم ده. طبعا الليتر مع الليتر هديله
صح؟ يبقى انا هدي المحلول بتاعي بريد 60 مللي جرام بير اور. يبقى انا اديت العيان في الوريد 300 مللي جرام على طول علشان اوصل ال 10 مللي جرام بير لتر اللي انا عايزه. مين وايل انا شغال عليه محلول بانفيوجن ريت كام؟ 60 مللي جرام في الساعه. كده لو بصيت على تركيز الدواء في دم العيان هلاقيه بديت بال 10 وبدل ما انزل المحلول بيعلى. يعني بديت ب 10 في اللودنج. بدل ما انزل المحلول بدا يزيد فال 10 فضلت ثابته. يبقى العيان بتاعي 200 على 10 مللي جرام بير ليتر كتركيز دواء في البلازما. فيها مشاكل كده يا شباب؟ القصه بسيطه سهله الدنيا. في حد عنده اي استفسار يخص الموضوع؟ عايزه تصوريها؟ انا هنزل لكم الفيديو كله على ماشي صوريها براحتك. اوكي كده يا شباب؟ في حد عنده اي استفسار يخص الموضوع ده؟ في حد عنده اي استفسار عموما؟ هبعت لكم لينك الفيديو خلاص. ماشي. ده في حد عنده اي استفسار؟